اليوم شباب وصلنا IMG World. طبعا هذا أكبر ملاهي مغلقة بالعالم. الحين إن شاء الله راح نبدأ نصور لكم الألعاب اللي جوا وراح نتحدى أنا وبيكي نركب أصعب الألعاب. ها؟ مستعدة؟ فيلا خلونا نشوف. أوكي. وينك من أول قاطع ما أشوفك؟ قوي والله لزم حي. Thank you. ورب أحس نفسي زي الأطفال أنا مستمتع. ليش أنا مقفل؟ كل خصم كبير بس مزبطة. نايس. ممكن يطيح على رأسك ولا حاجة. من هنا؟ As quickly as possible, and make sure your safety restraints are securely fastened. Please move across your road. No way. What are you doing? Defense shields. We're going to واكتشفنا انه غديك فما بنية متاع افنجرز، يعني المنطقة هذي عاملين شخصية افنجرز الكل، فما سبايدر مان، فما ثور، بلاك ويدو، نسيت اسمه الاخر، اما كل شخصية لعبة نوع، يعني كل شخصية دخلك للعالم متاع الشخصية دي. الشخصية المفضلة عندي بلاك ويدو. سبايدر مان. انا موزة. هيا. عندي 10. سبايدر مان يخوف؟ لا. اول مرة تيجي؟ شجاعة مش كيفك خوف. الله يستر. في هنا تايمر، هذا تايمر اللي انفجر قنبل ولا ايش؟ That's not good. الله يستر. ان شاء الله ما اصرخ قدام الناس في اللعبة. لازم ابقي شخصيتي قوية. كلهم صغار متشجعين. ايش بصرخ؟ الله يستر. أقول لك ليش نلعب الألعاب هذه؟ يلا اللي بعده. No God, no God, please no, no. كيف حالك؟ خير. فاطمة. شرفنا. Follow, like, subscribe. كفو. شوف وجودي معروف ما شاء الله كلهم يتصوروا معاه. مش عاجب مبروك الزواج ما شاء الله لهم 3 أيام متزوجين. نحن السعوديين نحن نقول منك المال ومنها العيال. يعني حتدفع حتختار. ما في مزح اسمع. الناس يروح شارع عسل المالديف انت جايبها قلعه رعب. الله يسامحك. حسن انكم مبسوطين. ربي يسعدكم يا رب وما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. بالماب احنا جينا كنا هنا اوكي وجينا حاجه اسمها ذا هانتد هوتيل، يعني الاوتيل المسكون اللي فيه رعب اللي فيه جنون. بتوبش نجربوا تجربه الرعب هذه. يعملوا في كريب. احس ودي اشيل بخور بهذا الريح. والله بجينا. ورجعنا مره ثانيه لمدينه العام IMG World لانه في اليوم الاول ما لحقنا نلعب كل حاجه، واليوم رجعنا من بدري عشان نصور لكم ونوريكم كل شيء موجود. وتعلمنا انه IMG World لازم تجيها يوم كامل، مو تجي نهايه اليوم زينا. نتحداك تربح فيهم، الألعاب هذو مستحيل ولا واحد يربح فيهم. هذه الألعاب اللي ما حد يربحها، فاليوم إن شاء الله راح أوريكم معجزة تاريخية. واضح إنها ما قدرت تسوي حاجة، الحين أوريكي الفن. والله مستحيل. ها
فواحد يشبهك. كاس العالم 100 درهم اشتريناه 100 درهم. فيها لا تجوا ملاهي مع اطفال. شوفوا شوفوا هداك تطلع فوق تربط معاهم. مجنون فوق 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 فوق. And his name is Ed. He's half Freddy size but with a bigger head. His favorite thing to do is eating bread with butter and jelly and the cream cheese. احنا في جزء كارتون نيتورك واخترنا اللعبة هذه اللي هي اسمها The Amazing Ride of Gumball. Now do you know what happened? I woke up one night. Freddy and Eddie got into a fight. Freddy was bothered by Eddie's reading light. Set things right. Now I can hear Grandma's dragon voice from over the phone. She was telling it straight, boys, leave it alone. If you don't settle down, I will play my trombone. And Grandpa Dragon will bust out his saxophone. هذه النتيجة زي ما شايفين أنا 39,000 وبيكريس 28,000. حبيت الديكور ديتيلز. كان انت من المتفرجين ومن المتابعين جامبلز ديتيلز الكل عملوها وكل مخرج لعبة عندك شو كله يعني كيفاش يقولوا تيم كاستمايزد حسب اللعبة اللي انت كنت فيها. يعني الشوب هذا مثلا كله جامبلز كله جامبل وهذه كل الاشياء حقت جامبل. اوكي الحين راح نروح لعالم الديناصورات. الله يستر. الديناصورات انقرضت ليش راحت له؟ هنا موجود حقيقي. اوكي غيرك يعني؟ You suck. بكي ما تحب الالعاب الصعبة نجيبها للألعاب حقت الأطفال. والله أنت اخترت اللعبة هذي. وصلنا السينما حقت IMG World. يعني احنا تقريبا كملنا من IMG World. نعرف اللي اغلب الالعاب ما نجمناش نصوروهم على خاطر تلقى رول كوستر كيف هتنزل الكاميرا اصلا تخيل كيف. اما تعبنا باللعب وتوا اول IMG World فما السينما وسمعت اشاعات انه سكرين كبير عملاق. بعت لي فما Fast and Furious 9. من جد؟ يس. يلا ليتس جو. هي اعطيني تجربتك على المكان. على 10 9 75. تعرف ليش نحيد 0.25؟ ليش؟ ما كفاناش الوقت نشوفوها كلها. كابتن انت ويا سوي سبسكرايب للقناة وفعل جرس التنبيه عشان تشوف التحديات الثانية. صدقوني في اكتيفيتيز يمشوا اللي اقوى، اللي بعده اقوى. اللي بعده ممكن يكون فيها ان لله وان اليه راجعون.